يقول: وما السنة في صلاة الليل؟ السنة أن يصلي ما تيسر له، ويسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، وإذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة فهذا في آخرها فهذا أفضل وأكمل، وإلا فإنه يصلي ما تيسر له من الليل ويختمه بالوتر قل أو كثر، وكل ما كثر عدد الركعات فإنه أفضل. نعم.